أكثر من 10 ملايين بطاقة ذهبية أصدرتها مؤسسة بريد الجزائر، والعدد مرشح للارتفاع، ما يعكس الإرادة في تطوير الدفع الإلكتروني وتشجيعه تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل في المجال. عدد بطاقة الائتمان الذهبية وصل إلى أكثر من 10 ملايين بطاقة اليوم. الهدف تاعنا رقم واحد هو أننا نحقق يعني تكامل يعني 100% مع البنوك ومع زبائن فيما يخص يعني الدفع الإلكتروني، وباش تكون الجزائر يعني مثال في الحداثة في هذا الجانب. المنتدى العربي حول تنمية القدرات البريدية في مجال التجارة الإلكترونية المنعقد بالجزائر كان محطة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي مصالح البريد في مختلف الدول العربية. فما تجارب اللي هي فيها خصوصيات نجموا نتشاركوها مع البريد الجزائري ولا مع بقية البريد في العالم ولا في العالم العربي حتى. نحن الآن في حضور الجزائر وجميع دول عربية موجودين لغايات أهداف سامية وأهداف تطوير البريد في الدول العربية جميعا إن شاء الله. بعث الاقتصاد الرقمي لدى الهيئات والمؤسسات ذلك ما تعمل عليه الجزائر، كما تسعى أيضا لتطوير التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية وفق شروط تؤمن المعاملات المالية وتحمي البيانات الشخصية.